السلام عليكم طلاب، تكمل المحاضرة. فقلنا الفريكوانسي ريسبونس هو راح نشوف من خلال الترانسفير فانكشن او نسبة الانبوت الى الاوتبوت، راح نشوف كيف السيستم راح يتصرف. احنا الان في الوقت الحالي بس راح نرسم شكل هذا الريسبونس كماجنتيود وكامبليتيود. طبعا حتى نرسمه لازم نعرف كقيمة الماجنتيود ولازم نعرف كقيمة الامبليتيود، عفوا كقيمة للماجنتيود وكقيمة للفيز مالت السيستم. تمام. حتى عندنا بعض العلاقات، طبعا احنا حتى نرسم راح نستخدم عندنا اللوغاريتم. فاكو بعض البيسك للبيسك ريليشن شيب لازم نتعلمها قبل لا نبدي نستخدم، قبل لا نرسم الفريكونسي ريسبونس. فاول شيء هذه اللوغاريتم، اللوغاريتمات لها مجموعه من الخصائص، مثل طبعا احنا راح ناخذ اللوغاريتم الـ10. تمام. فلوغاريتم يعني اللوغاريتم العشرة راح ناخذ، اللوغاريتم الواحد راح يكون 0، هذه اول خاصيه. لوغاريتم الاصغر من 1 يعني لوغاريتم نصف لوغاريتم 0.1 راح يكون قيمته سالبه. حاصل ضرب يعني تو فاكتور يعني لوغاريتم اي في ملتبلاي باي بي راح يكون هو حاصل جمعهم، يعني لوغاريتم اي زائد لوغاريتم بي، واكيد حاصل القسمه مالتهم راح يكون هذه ناقص. هذا فقط تذكير لكم، يعني انتم ان شاء الله ماضين عند الدروس السابقه يعني بالمراحل السابقه. لوغاريتم الاس يعني اي اس بي راح يكون البي تنضرب في اللوغاريتم مال الاساس. طلاب اللي بسجل حضوره هذا اللي يسجل حضوره بالثاني رجاء. عندنا موضوع ثاني اللي هو الديسيبل، هو راح ناخذ بالفريكوينسي ريسبونس. هذا مفهوم جديد، الديسيبل هو قيمة لل يعني لل للجين باور جين. عفوا الباور جين احنا عندنا عبروا عنها كقيمة هي البيل. البيل هو لوغاريتم عندنا 2 باور، يعني عندنا يعني احنا بنقول الانبوت فولتية، احنا بالحقيقة هو باور قاعد نطلع مصدر التيار، المصدر هذا يعطي قدرة، مصدر هو حتى اسمه باور سبلاي يعني مصدر القدرة يغذي لنا قدرة. فأكيد الخرج مالت الدائرة راح يكون أيضا قدرة، فعبروا عنهم هذا باور جين، فعبروا عنه بواسطة اللوغاريتم اللي هو البي 2 الى البي 1 او البي اوتبوت الى البي انبوت. فصوره سهل قانون الواحد بير هو راح يكون لوغاريتم العشري للبي 2 الى البي 1. طبعا الواحد بير مثل الواحد سالتين هو يساوي لنا 10 ملي، هنا
الواحد سنتيمتر يعني يساوي لنا 10 ملم، هنا لا يساوي لنا 10 ديسيبر، ديسيبر تمام. فالديسيبل راح يكون 10 لوغاريتم العشرة للبي 2 على البي 1، هذا راح يكون عندنا بالديسيبر تمام. طبعا اذا كانت القدرتين متساويات يعني قيمتها راح تكون واحد، فالباور جين راح يكون صفر، يعني الديسيبل راح يكون صفر، يعني الجين باور او الباور جين راح يكون قيمته واحد، فالديسيبل راح يكون واحد. دائما تشوفونها مكتوبه بالراديوات باي شيء اتصالات مكتوب ديسيبل، اذا شايفينه يعني، او بالصوتيات يعني على الاجهزه موجود هذا الشيء. هو كمفهوم هو مفهوم للباور جين، واضح؟ طبعا اذا كانت البي 2 اكبر من البي 1 اكيد راح يكون مثل ما قلنا باللوغاريتم راح يكون قيمته بوزيتيف، اما اذا كانت البي 2 اصغر من البي 1 فقيمته راح يكون نيجاتيف. احنا بالحقيقه بالدوائر الكهربائيه ما نستخدم الباور كثير، يعني نستخدم الفولتج. ف ايضا نقدر نعوض عنه، لان الباور هو عندنا الفي تربيع على الار، فهذا ابسط قانون للباور. فراح يكون واذا فرضنا انه الار 1 هي تساوي الار 2، فإذا الـ R1 تساوي قيمة الـ R2 هذا الحد، هذا راح يكون قيمته صفر، فالنتيجة النهائية راح تكون فقط هذا 10 لوغاريتم V2 على الـ V1. طبعا احنا قلنا إذا أي شيء مرفوع الأس راح يتحول هنا يصير ضرب، فراح تكون القيمة النهائية هي 20 لوغاريتم ال V2 على ال V1. هذه بصورة عامة، يعني إذا عندنا باور الديسيبل هو راح يكون 10 لوغاريتم P2 على V1، أما إذا عندنا دلالة الفولتيات فراح يكون 20 لوغاريتم العشري لل V2 على ال V1. هذا بأبسط مفهوم، يعني على قد هذا القدر نفهمه كرياضيات، ما اريد اتوسع به اكثر. شلون نرسم؟ احنا قلنا نريد نرسم الباور، عفوا الفريكونسي ريسبونس. الفريكونسي ريسبونس قلنا لازم نرسم ماجنتيود للتران، يعني عندنا هي ترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن قلنا هي متكونه من ماجنتيود ومتكونه من الفيز. فشلون نرسمها؟ اكو تول طريقه اللي هي يسمونها البود دايجرام. البود دايجرام هو يستخدم يعني من خلاله نقدر نرسم الفريكوانسي والماجنتيود للترانسفير فانكشن. طبعا احنا هنا لان نرسم راح نرسم على شكل خطوط مستقيمه، يعني يسمونه هذا approximation، رسم تقريبي يعطينا فكره عن السيستم. فاذا فرضنا انه الداله الترانسفير فانكشن، اول شيء حتى نرسم الترانسفير فانكشن كقيمه كماجنتيود، احنا بصورة عامة عندنا قلنا الترانسفير فانكشن هي متكونة من قيمة مقدار ثابت اللي هي الكي، واضح؟ هذه الكي، ومتكونة في البسط من زيروز وفي المقام من بولز، واضح؟ ف حتى نرسمهن بالبود بلوت لازم نخليهن بشكل اقواس من الدرجة الأولى، يعني نطلع البولز ونطلع هذا نسويهم على شكل
أقواس من الدرجة الأولى. واضح؟ إذا كان عندنا مثلا في المقام أو في البسط حد من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة، لازم نبسطه نخليهم عبارة عن أقواس متكونة من درجة أولى. فقيمة الماجنتيود ريسبونس راح يمثل لنا، راح نعبر عنه بعشرين لوغاريتم الترانسفير فانكشن هذه، تمام؟ وراح تكون هي بصيغة مجموع الزيروز، هذه يمثل مجموع الزيروز، يعني هذا أول وحدة عشرين لوغاريتم الكي اللي هي هذه، هذا العفو، زائد عشرين لوغاريتم S ناقص Z1 هذه، زائد عشرين لوغاريتم S Z2 ناقص Z2 إلى عشرين لوغاريتم S ناقص Zn. بما أن البولس بالمقام وإحنا عندنا لوغاريتم، فقلنا حاصل القسمة هو راح يكون حاصل الطرح، واضح؟ فنفس الحالة نعيدها، هم 20 لوغاريتم S أس X اللي هو هذا، زائد 20 لوغاريتم S ناقص B1 إلى 20 ناقص Bn لوغاريتم Bn، لكن هذا كله راح يكون مطروح مضروب في إشارة سالبة اللي هي هذه. ليش؟ لأن هي هذه بالمقام. واضح؟ واضحة؟ طلاب واضحة؟ واضحة. تمام. سارة اسأل، كتب السؤال، رفعت ايدك. رجاء الطلاب اللي يرفع ايده يكتب السؤال. هسه هي هنا معادلات يجوز ما واضحة، إن شاء الله راح بالمثال راح توضح أكثر. وأيضا بالنسبة للفيز أيضا نفس الخطوات، راح نوجد الفيز للقيمة الثابتة والفيز للبول الأول، نجمعها مع الفيز للبول الثاني مع الفيز زيروز العفو وليس البول، ناقص مجموع الفيز أو الفيزات مال البولز مجتمعة. فأول مثال عندنا، أبسط مثال اللي هو عندنا ترانسفير فانكشن. طبعا السؤال هنا راح يكون يا أما أعطيك يعني يجيكم كدائرة توجد لها الترانسفير فانكشن وبعدين ترسم لها البود دايجرام، أو مباشرة ترانسفير فانكشن وترسم البود دايجرام. فأول مثال اللي هو ترانسفير فانكشن متكونة من جين، هذا جين وبول واحد. فأول خطوة نعيد كتابة الترانسفير فانكشن بحيث نخليها نشوف هل الاس هي من الدرجة الأولى في البسط والمقام، تمام هي من الدرجة الأولى. ثاني خطوة نقسم بحيث نخلي هذا قيمة هذا الاس زائد نخليها دائما زائد واحد، والاس نخليها مقسومة على قيمة معينة. هسه نعرف شنو هذه القيمة، فدائما هذه المعادلة أسرد نخلي هذه القيمة هذه واحد، فلازم نقسم على 30، وهذا لازم نقسم البسط والمقام على 30، فتصير 100 على 30 على S على 30 زائد واحد. لازم احنا تكون بهذه الصيغة، تمام؟ بعدها احنا نتكلم فريكونسي دومين،
يعني هو frequency response. فبدال كل S كل S replace S by G omega، نحول كل S إلى G omega. هاي خطوات ثابتة طلاب، هذه خطوات ثابتة، كل S نحولها إلى G omega. تمام، وجدنا G omega. هسه نوجد قيمة في الماجنتيود. شلون نوجد قيمة الماجنتيود؟ قلنا شنو قيمته؟ هي 20 لوغارتم العشري لل HS. شو تساوي لنا؟ نقسم اللوغارتم، يعني شو تصير؟ 20 لوغارتم 3.3. تمام؟ هنا عندنا بعد اكو زيروز بالبسط، ما عندنا زيروز، صفر الزيروز. مباشرة ننزل للبسط للمقام نشوف اكو بولز، اي عندنا بولز، عندنا بولز وحده بما انه هي بالمقام، فنقول ناقص، هذا شوفوا ناقص 20 لوغارتم جي اوميجا على 30 زائد 1. واضحه طلاب هذه؟ طلاب هذه واضحه؟ تمام. هسه نجي نوجد الكل حد، هذا حد هذا حد اول وهذا حد ثاني، نجي نوجد قيمته. فالحد الاول شوف هسه احنا قلنا دي بي اي في، يعني شنو هذا؟ الجين مال الفولتيه. ليش؟ لان استخدمنا 20 لوغارتم 10. ف رياضيات بسيطة، هذه 20 لوغارتم العشري للثلاثة بوينت ثلاثة تطلع 10.4. تمام؟ نجي على الفولت، الشغل راح يكون على الفولت. طبعا هذه الثلاثين يسمونها الكورنر فريكوانسي أوميجا اس، هذه هنا هذه يسمونها الكورنر فريكوانسي. هذا كحد شلون نوجده؟ طبعا هذا متكون من ريل وإماجيناري، الريل قيمته واحد والإماجيناري قيمته راح يكون، يعني احنا ريل وإماجيناري راح ناخذ لهم تحت الجذر التربيعي، الإماجيناري تربيع زائد الريل تربيع. تمام، زين هذا ايضا بعدنا مجهول. طبعا هذا الجي هذه راح يصير قيمته سالب، لان تربيع هذا راح يصير سالب، واضح؟ هذا راح يصير سالب. تمام، فالأول فقلنا قيمة الكورنر فريكونسي كم؟ قيمتها 30 راد بير مينيت، واضح؟ هذه فريكونسي، هذه فريكونسي، هاي نسميها الكورنر فريكونسي مال هذا البور. فأول قيمة ناخذها دائما هم ياخذون هو المفروض احنا ناخذ نبدأ من ثلاثة، لأن هم ياخذ هسه راح أراويكم البيبر اللي راح نرسم عليها شوية تختلف فيها، هي 0.1، يعني 0.1 في 30 راح المفروض نبدأ من ثلاثة. على العموم احنا ما بدينا من ثلاثة، دائما نبدي من قيمة هي الكورنر فريكونسي. فأول قيمة راح آخذها 30، 30 أجي أعوضها هنا، 30 على 30 قيمتها شقد؟ واحد، 30 على 30 قيمتها واحد، واضح؟ واضحة هذه؟ تمام. المهم هذه راح تطلع قيمتها جذر 2، اللي هي كاحنا قلنا راح نرسم ابروكسيميت، اللي هي تقريبا راح تكون قيمتها صفر. هذه تقريبا هذه القيم اللي ظاهره امامكم هي قيم تقريبيه وليس قيم حقيقيه، بعض منها يكون قد يكون حقيقي لكن اغلبيتهم قيم تقريبيه. وراها نجي ناخذ 10 اضعاف التردد،
يعني عندنا احنا الكورنر فريكونسي 10 30 العفو نضربه في 10 راح يكون 300، ونجي هنا نعوض 300، هنا نجي نعوض 300 فراح يكون ناقص 20 دي بي. بعدين راح نجي نعوض 100 ضعف الكورنر فريكونسي، ونجي ايضا نعوض هنا، يعني هذا السهم قصدي انه نجي نعوض بهذه المعادله واضحه ان شاء الله، وانا كلهم منطيهم معادله واحده، فراح تكون قيمته ايش قد؟ ناقص 40 دي بي بال 30,000 اللي هو ضعف الكورنر فريكونسي 1000 مره، راح يكون قيمته ناقص 60 دي بي. واضح؟ هذه اوجدنا هسه حاليا اوجدنا الماجنيتيود ريسبونس، بس اوجدناهن كل واحد على حده، يعني اوجدنا الريسبونس مال البسط هذا والريسبونس مال الفول. احنا نريد مجموعهن، مجموعهن بعدين نتركه، لان مجموعهن راح نحلله بالرسم، مجموعهن راح نحلله بالرسم. هسه نجي نوجد، كيف نوجد الفيز ريسبونس؟ حتى نوجد الفيز ريسبونس هو قيمة الفيز مال البسط ناقص قيمة الفيز مال المقام، فراح يكون قيمة الفيز مال الكونستانت اللي هو 3.3 ناقص قيمة الفيز مال البول اللي هو جي اوميجا على 30 زائد 1. الفيز مال البسط هنا طبعا 3.3 وليس 7.8. هذا كونستانت اللي احنا عندنا كيف نوجدها؟ هو تان انفيرس الايماجيناري على الريل، هذا كونستانت، هذا ما بي ايماجيناري، فالايماجيناري مالته ايش قد؟ صفر. الريل مالته اللي هو 3.3، هذا هنا خطا طلاب، 3.3 ناقص تان انفيرس الايماجيناري مال هذا كم؟ هو اوميجا على 30 الكل على 1. واضحه هذه؟ فقيمة الكونستانت تان انفيرس الصفر على 3 هو صفر، فإذا شنو قيم، شنو الـ تان انفيرس الصفر؟ هو صفر، صفر ديجري. رجاء الانتباه للوحدات ديجري، هذا احنا لأن عندنا زوايا، تمام؟ فيز، الفيز يعني زاوية، تمام. نجي للحد هذا الثاني، ناخذ كل حد على حده، نحسبه كل واحد على حده. ايضا هذا راح ناخذه من بوينت 1، يعني بوينت 1 في 30 راح يكون 3، قيمه بالثلاثه راح يكون صفر. واضح؟ هذا راح يكون قيمه، لان هذا تقريبا، هذا تقريبا قيمته اقرب للصفر، يعني لان 3 على 30 هو تقريبا 0.1، 0.1 على 1 يعني تقريبا هو 0. 30 نجي ناخذ عند ال 30 اللي هي عند الكورنر فريكونسي، 30 على 30 1 على 1 من وتان انفيرس الواحد هو ال 45، ال 45 هي التان انفيرس مالتها 1، هنا ضفنا لها سالب لان هي هنا هي اصلا سالب. واضح؟ تمام. هذا هنا 300 وليس 30، هنا 300، هذا الملف ما مصحح، تمام. هنا 30 قيمته، العفو هنا 10 أضعاف راح يكون 300، فاوميجا على الاوميجا هنا 300 على 30 تقريبا 10، تان انفيرس ال 10 يعني نعتبرها فد قيمه تخيليه، فتكون قيمتها سالب 90. واضح؟
واضح طلاب؟ طبعا هذه كلها تقدرون توجدونها بالحاسبه، كلها هذه تقدرون توجدونها بالحاسبه، وراح تطلع تقريبا قيم مقاربه. طلاب هذه واضحه؟ هسه شلون نجي نرسم؟ طبعا للرسم هنا ورقه خاصه يسمونها السيميلوج. السيميلوج هنا التقسيمات مالتها تختلف، مو مثل التقسيمات اللي كنا ناخذها بالورقه البيانيه. الورقه البيانيه المحور الافقي والمحور العمودي قيم متساويه، مربعات نشوفها متساويه. هنا لا، هنا عندنا المحور الحقيقي، هنا الواي اكسس هي قيم ثابته متساويه، اذا تشوفونها المربعات متساويه. ايه انور صحيح، نقربها لل 90. وقلنا هذا تقريبي، كله تقريبي. تقريبي، احنا جاي نشتغل تقريبي، وحتى كاتب بالشرح انه هذا تقريبي، يسمونه ابروكسيميت، ابروكسيميشن. تمام؟ هذه الورقة قلنا الواي اكسس مالتها راح يكون قيم متساوية، تشوف المربعات متساوية. أما هذه الاكس اكسس مالتها هي قيم لوغاريتمية، يعني تشوفونها من هنا، طبعا هي تبدأ من بوينت واحد، تشوفون المسافة هنا. خلينا نقرب شوية أكثر، ما واضح. تشوفون المسافة بين الواحد، بين الاثنين والثلاثة بعيدة، بعدين بين الثلاثة وأربعة تقرب، بعدين أكثر أكثر باتجاه العشرة راح تشوفون التسعة والعشرة تقريبا مسافات، يعني المسافات مو متساوية. ليش؟ لأن هاي تكمها قيم لوغاريتمية، هذه مالتها لوغاريتم وليس قيم طبيعية. واضحة هذه المسألة؟ واضحة طلاب؟ واضحة؟ تمام. أنور بس أنت تقول واضحة. فنجي أول شيء نعلم نغير السكيل. احنا هاي هذا من الواحد للعشره يسمونها وان سايكل، يعني دوره واحده. من العشره يعني هاي مره ثانيه هم سايكل ثانيه، هذه سايكل ثالثه. المهم هذا تقريبا خمسه سايكل، واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه. فاذا اول سايكل اعتبرناها من الواحد للعشره، هذه نعتبرها عشره. بعدين ثاني سايكل راح يكون زيادة عشرة عشرة، يعني راح تكون من العشرة للمية. تمام؟ ثالث سايكل راح تكون زيادة مية مية، يعني راح تكون من المية للألف. تمام؟ يعني هنا نقراها بالسايكل الأولى، نقرأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى العشرة. بالسايكل الثاني لا، راح نقرأ عشرة عشرين ثلاثين أربعين إلى المية. السايكل الثالثة راح نقرأ لا، 100 الاثنين هذا راح تصير 200، الخمسة راح تصير 500، يعني راح تصير زيادة 100 100. السايكل الثالثة راح تكون زيادة لا، 1000 1000، يعني نبدأ 1000 2000 3000 4000 وهكذا. السايكل الخامسة راح تكون زيادة 10000 10000، راح تكون 10000 20000 30000 إلى 100000. واضحة طلاب هذه؟ واضحة؟ فأول شيء هسه نجي نرسم، نريد نرسم الماجنتيود. احنا الماجنتيود لقيناه متكون من جزئين، جزء ثابت وجزء البول اللي هو قيمته تتغير. فالجزء الثابت ايش قد قيمته؟ طبعا بالماجنتيود
العفو بالماكنيتيود هذا المحور هذا راح يمثل لنا الدي بي، هذا راح يمثل لنا الدي بي، الواي اكسس راح يمثل لنا دي بي، انا كاتبه دي بي تمام. الاكس اكسس راح يمثل لنا الفريكوانسي اللي هو الاوميجا الراد بير مينيت. واضحه طلاب هذه؟ واضحه تمام. فمن خلال الكونستانت نوجد انه قيمته ثابته هي 10.4 باي تردد لكل الترددات، وهذا قيمه لانه قيمه ثابته ما راح يتاثر بالتردد. فرسمناه هذا بالخط الاخضر، وشوفوا انا كاتب قيمته، رسمناه بكل الترددات، اجيت هنا قسمت اعتبرت كل مربعين 10، فهو 10.4 شويه يعني اعتبرت انا 10 تقريبا، فرسمناه 10 بكل الترددات. هذا باللون الاخضر هو الخط مال الاول تمام. للبول، للبول هذا البول اللي هو باللون الاحمر، هذا اللون الاحمر اللي هو هذا، شوف انا راسمه وكاتب عليه 20 لوج 10 جي اوميجا على 30 زائد 1. احنا ايش قلنا؟ هذا بكورنر فريكوانسي. فانا قبل لا هذه، قبل من اقسم الورقه واحدد، لازم احدد الكورنر فريكوانسي مال كل بول وكل زيرو. هذا وين الكورنر فريكوانسي؟ اللي هي هاي 30، وين ال 30؟ هذه ال 30. اجي اعلمها، انا هنا راسمها بالخط الجوزي او الاحمر اذا تشوفونها هذه. ليش؟ لان انا قبل الكورنر فريكوانسي كقيمه للماكنيتيود، للماكنيتيود هي قيمتها صفر تمام؟ قيمتها صفر، يعني بال 30 وقبل ال 30، من ال 30 وقبل ال 30 قيمتها راح تكون صفر. هذه شوفوا رسمتها من الصفر لل 30 كقيمه صفريه، قيمه صفر تمام. بعد انا ايش اخذته؟ اخذته بال 30 وبعدين اجيت اخذته بال 300، هذه ال 300، هذه ال 300. انا بال 300 ايش قد قيمته اوجدته؟ اوجدته اذا تتذكرون ناقص 20 دي بي، فاخلي هنا تقاطع ال 20 دي بي، ويجي 300 اخلي نقطه. بعدين بال 30,000 او العفو بال 3000 ايش قد اوجدت قيمته؟ 40. طبعا الصفر وي ال 20 وي ال 40 ثلاث نقاط كلش كافيه حتى نرسم خط مستقيم، لان هو ميل ثابت ب 20 دي بي. واضح هذا شلون رسمته طلاب؟ طلاب واضح هذا شلون رسمته؟ تمام. هسه اجي اقسم، هسه اريد انا اطلع الكامل الماجنتيود الكامله، فهي ايش راح تكون؟ راح اجي جمع طبيعي هذا ال 20، ال 20 لوغاريتم 3 ايش قد قيمتها من الصفر لل 30؟ هي 10، 10 ناقص صفر راح تبقى هي 10، اجيت رسمتها باللون الازرق 10. واضح؟ تمام. هذا الميل راح يتشفت، هذا الميل راح يتشفت بمقدار 10، يعني هنا بال 20 راح انقص، يعني اجي هنا بال 300 ايش قد قيمه الكونستانت؟ قيمته هو 10 تقريبا، ناقص قيمته بهذا هنا بهاي النقطه ايش قد قيمتها؟ 20. زين 10 هنا قيمتها سالبة، ناقص 20 راح تكون قيمتها 10 تمام. بال 300 كانت قيمتها الكونستانت قيمتها 10 لان هو ثابت. زين 10 ناقص قيمة هذا الاحمر ايش كانت قيمته؟ كانت قيمته 40، ف10 ناقص 40 راح يكون ناقص 30. بال 30,000 كانت 60 تمام، 10 هنا قيمته 10 بال 30,000
ناقص 60 راح تكون قيمته 50، وبهذا اوجدنا قيمة الماجنيتيود ريسبونس لكل السيستم. اوجدنا انه قبل الكورنر فريكوانسي لهذا للثلاثين كانت قيمته 10، بعدها نزل بميل قيمته لوغارتم 20، يعني صار بالعشرين 10، وبالعفو بالثلاثمية 10 كان قيمته، وبالثلاثالاف صارت قيمته ماينس 30 دي بي، وبالثلاثين ألف صارت قيمته ماينس 50 دي بي. طلاب اللي هنا تنتهي محاضرة اليوم، إن شاء الله نكمل جزء الفيز على محاضرة باكر، إن شاء الله محاضرة باكر بنفس التوقيت الساعة 10:00. تمام، تحياتي لكم، في أمان الله.